منورين الدنيا قبل مواجهة منتظرة وصعبة جدا. كل عشاق وجماهير النادي الأهلي عينيهم على جنوب أفريقيا، عينيهم على المباراة الأهم في دور المجموعات، مباراة اللي ممكن إلى حد كبير جدا تحسم إن شاء الله بإذن الله بإيدينا، مش هنستنى حد تاني، تحسم تذكرة التأهل. ولكنها زي ما قلت مواجهة من العدد التقيل. شايفين مباراة السبت إزاي؟ وشايفين فرقة سان داونز والطريقة اللي ممكن يكونوا حساباتهم بالنسبة لمواجهة الأهلي المصري إزاي؟ هبتدي ببلاك، اتفضل. يعني يمكن زي ما حضرتك قلت كده، هاخد من كلام حضرتك إن مواجهة الأهلي وسان داونز السنين الأخيرة أصبحت متكررة طبعا ودائمة، سواء في دور المجموعات أو في الأدوار الإقصائية. يعني تحس إن إحنا أشبه شوية بنلعب السوبر المصري لجنوب أفريقي مثلا. كل موسم لازم بقى مقرر علينا إن إحنا الأهلي وسان داونز في ماتشين أو ثلاث ماتشات في السيزون. ولكن الفريق البطل دايما ما بيهمهوش مين المنافس. يعني النادي الأهلي معودنا إن خلال مشواره زي ما حضرتك قلت وش سان داونز بيبقى حلو علينا. احنا تخطينا سان داونز في طريقنا في التتويج بالظبط في التسعة والعشرة، وان شاء الله ده يكون فقل حسن قبل مباراة السبت. مباراة السبت هي في رأيي هي مباراة الموسم بالنسبة للنادي الأهلي، اهم واصعب لقاء هذا الموسم. يعني يمكن احنا زي ما نقول كده احنا اللي صعبناها على نفسنا، واحنا ان شاء الله اللي بايدينا واحنا اللي هنتمسك بكامل حظوظنا ان شاء الله. وهي صعبت علينا برضو يا بلال عشان ندي الفريق حقه، عشان ما يعني لازم يبقى في نظرة موضوعية. الفريق خاض في فبراير مباريات صعبة جدا ومتوالية جدا، وكان في عدد ساعات سفر كبير جدا ورحلات طويلة جدا. فإنك أنت تلعب مع أبطال قارات أربع ماتشات وتلعب ماتشين في دوري الأبطال مع الهلال ومع سان داونز، بالتأكيد كان في فاتورة إرهاق لازم تدفع. ده بقى قدر، ده قدر الفريق الكبير دايما والفريق اللي بيبحث عن الألقاب. يمكن في فرق منافسين لينا هنا في مصر بيشاركوا في بطولة أو في بطولتين في الموسم، ولكن لو جيت بصيت لكم البطولات اللي النادي الأهلي كان بيشارك فيها، لدرجة إن معظم الناس طبعا تلقت خبر اعتذار النادي الأهلي عن البطولة العربية بترحاب شديد جدا، لأن الوقت والمجهود ما كانش هيسمح للنادي الأهلي بأكتر من كده، خاصة كمان إن احنا لسه في انتظارنا بطولة السوبر ليج، ودي تحدي كبير جدا بتقام لأول مرة مع أندية كبيرة. فكل التحديات دي النادي الأهلي قدها، والنادي الأهلي معودنا إن المستحيل ليس أهلاوي، مش شعارات ومش كلام، لا احنا هنتكلم دلوقتي وهنتناول الجانب الفني. هناخد الماتش بالتفصيل ونقرا، نحاول نقرا سان داونز وإيه اللي ممكن يكون مختلف في المواجهة اللي جاية عن المواجهة اللي كانت في القاهرة.